فطبعا حضرتك اول حاجه لازم اذكرها ان في تنسيق تام مع وزاره الصحه بجميع الاجراءات اللي بتتم ومع كافه الجهات المعنيه. في خطه احنا حطيناها زي ما حضرتك بتقولي في خطه مرور على المطارات، عشان شايف المرور على مطارات القاهره، مطار القاهره احنا بنمر عليه يومي، لكن في نفس التوقيت يعني حضرتك انا رجعت من اسوان على الحاجه تفتح في مطار القاهره على طول، معالي على طول امبارح الوزير امبارح كان في مطار الاقصر، رجع الساعه 1 بالليل على برضه مطار القاهره. يعني احنا جميع المطارات محطوطه في خطه مرور علشان دائمه يا فندم. دي الخطه دي دائمه هتبقى مستمره منذ اللحظه الاولى، واحنا مستمرين فيها تطبيق اعلى معايير السلامه والامان من خلال اجراء الفحص الطبي اللي بيتم على جميع الطيارات وجميع الركاب. الحقائب اللي بتنزل كلها بتتعقم الطيارات بعد ما الركاب الحقائب بتتعقم. طبعا يا فندم الحقائب اللي بتيجي من الدول المشابه فيها بتتعقم قبل ما يستلموها الركاب. الطياره بتتعقم برضو بعد ما الركاب بتغادرها. جميع الافراد والمعدات اللي تم استخدامها مع الطيارات برضو بيتم عليها مع كل رحله بيتم التطهير. تمام، احنا حضرتك مش سايبين اي فرصه ان ممكن يحصل خطا. كويس، ده بشكل هايل. كويس، احنا بنتكلم يا جماعه زي ما بيقول كابتن منتصر مناع، زي ما قال نائب وزير الطيران المدني، ان في كل رحله بيتم تعقيم الطياره وكل الادوات المستخدمه فيها. ده شيء عظيم انه الاجراء ده هيتم طول الوقت، يعني مش مجرد جوله او جولتين وهتخلص. فندم، لو لقيتوا المطارات لو لقيت حالات، هل سايبين لهم اخبار بناء على التنسيق ما بين حضراتكم وما بين وزاره الصحه الاجراء بيبقى سريع؟ تمام يا فندم، جميع السيناريوهات محطوطه واحنا جميع الاطقم الطبيه ومدربه على هذا الكلام. اما بيخشوا طياره ويلاقوا اي حد درجه حرارته عاليه او بالكشف عليه الظاهري بالمناظره بيلاقوا فيه درجه حراره عاليه، بيتم سحب المريض اللي موجود بالفيروس و بيتم عزله عن باقي الركاب. وفي عربيات معقمه من وزاره الصحه بيبتدي ان احنا ننقله من خلالها على المستشفيات المعده لذلك، يعني في مستشفيات موجوده في كل محافظه وفي تنسيق مع وزاره الصحه محددنا المستشفيات دي فين، فبالتالي ان اي حد يظهر عليه اي عرض من الاعراض اللي احنا عارفينها كويس للفيروس بيتم نقله الى هذه المستشفى. وبعدين بيتم الطقم الجوي اللي كان على هذه الطياره تبعه لمده 14 يوم، سواء كان اطقم طايره او اي حد احتك بهذا الحامل الفيروس. نعم، دي التعليمات، لكن هل ده اتطبق على هل يعني كان في اي حاله ثبت بالفعل انها ايجابيه فبالتالي ده اجراء حصل، ولا دي اجراءات احترازيه معروفه او حضراتكم بتقولوها لدى الجميع العاملين علشان لو في اي حاجه يبقى هو ده التصرف؟ وانا افكر حضرتك برضو بالطياره اللي تتبع وزاره الطيران اللي طلعت جابت اهلنا من ووهان في الصين. دي كانت اما رجعت اتطبق عليها جميع السيناريوهات اللي بقول لحضرتك عليها، بحيث ان الركاب كانوا معرضين ان ممكن لا قدر الله اي حد حامل الفيروس. فتم نقلهم في مطار العلمين ولما نقلهم الى المستشفى في مطروح. تعقيم الطياره، تعقيم جميع الحقائب، يعني ان جميع الاطقم بتاعتنا اتدربت على هذا الكلام، وده كان يعتبر مثال حي احنا خدناه سيناريو بنطبق عليه لاي حاله يمكن تظهر. في حاله جاهزيه تامه طول الوقت، هايل. تمام يا فندم، احنا يعني واخدين العهد على نفسنا كده، دي بلدنا ولازم نحافظ عليها ان شاء الله. فجميع السيناريوهات اللي ممكن تحصل احنا متدربين عليها كويس قوي ومدربين الاطقم بتاعتنا عليها. هايل. طيب فندم، هل في رحلات لدول معينه قامت الوزاره بايقاف رحلاتها كنوع من انواع الاجراءات الاحترازيه مثلا؟ هو بالفعل طبعا دوله الكويت. مفيش اي طياره بقت تطلع هناك. بالنسبه للدوله الشقيقه السعوديه ساعد طبعا ما وقفت مؤقتا العمره
فبرضه الرحلات ابتدت تقف، هم طالبين شهاده البي سي ار انها تتعمل، فمش حد هيطلع الا بالتنسيق مع وزاره الصحه يبقى حامل هذه الشهاده علشان ما يرجعش من البلد اللي هيروحها. صحيح صحيح. بشكرك فندم، بتمنى لكم التوفيق. بشكرك شكرا جزيلا طيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني.